مرحبا يا شباب، واهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة، تغطية من هذا السوق المشهور، سوق البزورية في العاصمة السورية دمشق. سنتوجه بكم مباشرة إلى قصر العظم. هذا هو يا شباب المدخل الرئيسي لقصر العظم، والذي أنشئ عام 1163 للميلاد كما هو موضح. طبعا في رسوم، راح ناخذ الرسوم الحين نشوف. طبعا يا شباب رسوم الدخول بتكون للسوريين 1000 ليرة، ولغير السوريين بيكون 25,000 ليرة سورية. هذا هو المدخل يا شباب. طبعا هاي الحديقة هني، كما أخبرنا بائع له تذاكر أو رسوم الدخول أن في بعض الغرف لا زالت مغلقة وستفتح لاحقا. احنا راح ندش طبعا الغرف المفتوحة حاليا على ما تفتح باقي الغرف. شوف شلون أشياء قديمة جدا. هذه طبعا بتكون غرفة الآلات الموسيقية يا شباب، وراح ندشها. شوف كل آلات موسيقية هني. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحديقة أو هذا اللي هو القصر ده ينقسم إلى قسمين، قسم خارجي ويمثله هاي الحديقة الجميلة، والقسم الثاني الداخلي اللي هو عبارة عن هاي الغرف اللي تشاهدونها دور ما دور هذه الحديقة. هني عندكم المقهى الشعبي يا شباب، تشوف هني فرقة والحكاوي. حتى السقف جميل جدا. شوف طبعا يا شباب هنا يمنع التصوير، ولكن الاخ هنا طبعا ساعدنا، شيء جميل. راح ندخل معاكم القاعة الكبرى. تعطينا فكرة بس عن المكان؟ طبعا هاي اسمها القاعة الكبرى، هاي أكبر قاعة بقاعات القصر، كان يستخدمها والي دمشق كمركز رئيسي للضيافة. نعم. طبعا والي دمشق هو أسعد باشا العظم، حاطين له هون صورة بهاي القاعة. طبعا ميزوها عن بعض القاعات لأنها أكبر قاعة وأميز قاعة على بقاعات قصر العظم. كان يستقبل ضيوفه بهاي المكان طبعا، بالإضافة هاي المكان حق الاستقبال. أيوه. طبعا هاي الطقم أو المكان اللي كان والي دمشق يستقبل ضيوفه فيه. طبعا هاي كله خشب قديم من على زمان الوالي، هذا خشب موزاييك، بالإضافة ل بعض القطع النحاسية اللي كان يهتم فيها الوالي بالنظافة تبعه. طبعا كله معروف قديما. جوا عنا هون هاي بسموها القعدة العربية أو الجلسة العربية، كان يقعد الباشا مع الكاتب والمستشار اللي كانوا يرافقوه بفترة جلوسه بهاي القاعدة العربية. طبعا يقعدوا هون للتشاور. في صورتين فوق هنيك، هذول من أقربائه لوالي
دمشق كانوا على زمانه بهذاك الوقت كانوا يساعدوا بالحكم. طبعا بالإضافة لعنا القاعدة السياسية في عنا الجنب الآخر طبعا هذا تكمل لهذاك المكان. كان أحيانا يجي وفدين بأن واحد فيحط المستشار بوفد مع وفد هو يستقبله بالوفد الثاني. بشكل عام هاي القاعة يعني هي أميز قاعة وأكبر قاعة واستراتيجية ضمن قص العظم لأسعد باشا العظم والي دمشق. الله يرحمه لك. شكرا. هاي نبذة سريعة عن القاعة الكبرى في قصر العظم. ما قصر الأستاذ هنا عطانا نبذة كاملة مكملة. طبعا هاي النافورة تتوسط هذه الصالة. طبعا هاي تصير فرنسية مطعمة الفرنسة الدمشقي بغية طبعا جات فرنسية زمن الوالي. فرنسية؟ نعم زمن الوالي. هاي شنو الحين؟ هاي جاف كان ينزل بغض فيها. تخزين البارود. والله طبعا جاء. أي طبعا جاء. طبعا جاء دج أكل من فود. هاي سيخ الدك. سيخ الدك أيوة صح. أيوة. الناس اللي هنا كانوا يحطوها على الخيل زين الخيل. على الخيل زين تزين الخيل. زين الخيل هاي. هاي حدوة هاي حطوا جدي خيل عليه ويطلع فوق. هذه. أيوة. هاي. شوف شلون طبعا الزجاج هذا ما يخليك تاخذ راحتك في التصوير مو قاعد يبين اصلا التصوير. فهنا طبعا انكشارية في دمشق الفترة العثمانية. نبذة هني شوف الأسلحة فوق ما شاء الله تبارك الرحمن شيء جميل. ما شاء الله هاي النقوش كلش جميلة. هذه طبعا الاستقبال. الاخ راح يعطينا نبذة مختصرة سريعة بس. هاي طقم كنبات كلها من الصدف. ايوه صدف البحري. بيجي الفرش بروكار دمشقي هذا غالي كتير. نعم. مطرز بخيط الفضة والسجاد عجمي. سجاد ايه هذا عجمي ايه طاعت الضيوب طاعت الاستقبال. طبعا الترية والشوف تيجي هاي حاجة كمان مضبط لي والأواني سيئة قديمة الحصية. ايه ما شاء الله. طبعا هذه بتكون اللي هو صالة الاستقبال يا شباب. واي حلوة حلوة. هذا الشتوي. ايه هذا الليوان الشتوي. والآلات الموسيقية الشرقية مثل ما قلت لك. ايه رحنا هاي خلاص. ايه. تقول له مثل الخزن حاليا. ايوه مخازن مخازن ايوه. 300 سنة. ايه ما شاء الله كم عمرها؟ هلا العمر الاصل شيء 280 سنه. 280 سنه بناء اسعد باشا والي الشام قاعد فيه يجي الاحتلال الفرنسي طلع منه الحكومه السوريه اخذته وسوتها متحف شامل للعادات والتقاليد اسمه متحف التقاليد الشعبي. متحف التقاليد 5500 متر مقسوم ثلاث اقسام حرم لك خدم لك حرم لك. هذا الحرم لك هو مرته واولاده. أيوة. والخدم لك للخدم والسرم لك للرجال كان في القسم الثاني. الله يرحمه. هيك شرح الطريق ما قصرت حبيبي. راح ندش معاكم يا شباب قسم الكتابة والتدريس. ما شاء الله تفاصيل ما شاء الله. راح ندش معاكم يا شباب قاعة العروس. السلام عليكم.
هاي شنو هالشيء؟ هاي قاعة العروس. قاعة العروس. طقوس الزواج. طقوس الزواج. العرس يعني ليش الحنة؟ هاي العروس والعمة. والعمة. مغنية صديقتها. أي نعم. وهاي كوافير الماشطة. هالكوافير. أيوة. هاي العدة تبع المرايا والصندوق. مال المكياج. أيوة أيوة مال المكياج نعم. وعندنا هذا الصندوق السبت اللي هو صندوق جهاز العروس. هذا. الخزانة. الصرافة. أيوة. الصرافة. وعندنا هاي الخزنة. العائلات الكبيرة أيوة يملكونها أشياء ثمينة وهذا هو جهاز العروس أكل وشرب لكن هاي القاعة سقفها مظلم ماء ذهب هاي توب هاي نعم ما شاء الله توب توب هاي رقم واحد السقف يقول لك مظلم بماء الذهب صحيح. هاي عشان كانت الغرفة مالت استقبال زوجته لأنه هو بيت ومسحف مثل متحف بغداد بالضبط 100% هو متحف وهو بيت هو بيت ومحول لمتحف وهاي شنو هاي هاي نفس النافوره صحيح 100% هاي عشان صوت المي هو استرخاء وهداوة بال عشان هو صالون رئيسي فموجود فيه هاي وهاي الاواني كم عمرها تقريبا هلا اعمار الاغراض هون وسطيا بين ال 70 وال 200 سنه ما شاء الله تبارك الرحمن هذول اكثر هذول صيني هاي قديمه هاي صيني والشيني هذول كانوا يجوا مع طريق الهند الحرير قبل تبادل تجاري اي طريق الحرير خليم فاس للعراق لسوريا ما شاء الله الحين هي صناعه صينيه تقريبا 100% صينيه اسمه صيني عندنا اي احنا نسميه صيني بعد صيني صيني او بالشام بيقولوا له مالك مالك مالكي مالكي ايوه ما شاء الله او شيني هاي حلوه ان شاء الله راح نزور ان شاء الله معاكم يا شباب الحمام السلام عليكم السلام ورحمه الله هذا هو الحمام صباح ان شاء الله اسعد باشا العظم هذا اسعد باشا نعم الحمام الخاص اسعد باشا الحمام مؤلف من ثلاث اقسام القسم البراني والوصلاني والشوارع الحين هذا البراني هذا هو القسم البراني كان يفوت على الحمام حقه يابو السندي يعطون مناشف مشان يفوت على القسم الجواري ما شاء الله مثل حمام السوق هذا طبعا القسم الخارجي بيكون وهذا هو القسم الداخلي حق الحمام قسم الوسطاني ايوه ما شاء الله هنا شنو؟ وهذا كان بس يطلع من الجواني يتريح شوي يوزع كاس الشاي صغرات يحب يأكل يحب يحلي هذا صحن حلاقة الكسرة هي للرقبة هذا هذا صحن ما شاء الله شوف هذا الصحن مكتوب عليه نعيما نعيما نعم حق الحلاقة مكتوب عليه هذا مكان للحلاقة وهذا يتريح لا يبتبرد درجة حرارته ما يطلع دغري من الحامل ايوه هو قسم الجواني شوف ان شاء الله هذا الحمام الجواني الرئيسي اللي يتم فيه من السباحه ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الجواني يعني هذا المكيس تبع الحمام هذا بس يتشتش الجسم يقعد يقعد شي نص ساعه بالحمام يتشتش العرق يطلع منه بيجي المكيس يفك له جسمه كل شيء مسامات جلد مسكر جلد ميت بيشرب اشر بيصير الجسم الدم رح يطلع من الجلد تصفين المي تصفين المي خزان المي الصحيح وهي الجيران اللي كانوا يعبوا عليها حواليها كانوا يعبوا وهذه القاعده تبع الامين احنا بيقولوا بسوريا الامين بيتعمل خزان المي الصحيح بيقولوا الامين مثل ما طلع مسلسل برد الشاميه اي هذا هذا جرم يعبوا على حواليه هذا مخصص كان لوالد دمشق وعائلته وخدمه وحشمه اللي كانوا مقيمين بالقصر ما شاء الله هون اللي جسمه ما بيتحمل الحمل كثير يقعد هون، هون تجي حرارته اقل من عند بيت النار. صح. في ناس جسمها بتحمل الحرارة. صحيح. بتتضايق بصير معها ضغط بسبب تنفسها. هنا بتقل شوي درجة الحرارة. نعم هون اقل وفي مقصورة ثانية كمان اقل، هي قريبة على التهوية كانت. اي مفتوحة هنا؟ تهوية طيب. التهوية. هي بتجي كمان كانوا يحطوا جرن هون ويقعدوا، هي مستقلة لحالها بتجي هيك اقل حراره بكثير من هون كان في باب يفتحوا اذا مشان تهوي مشان شغله ايوه ايوه حلو بس كيف
تفكر شوي، تحب تكمل ثواني بس. ان شاء الله تبارك الرحمن. شوف شلون الحمام. اي شيء جميل. ألاحظ كل مكان لازم فيه هاي نافوره. ترطب الجو، منظر ترطب جميل. الجو منظر جمالي صحيح. نعم، رفعت إلى المكان منظر جميل رطوبة. ديك إجت العروس ومن شفت العروس. هذه. نعم. هاي من شفت. ما ديك للعريس الغامض تجيب البيضة فاتحة. هاي العريس. إيه هاي للعريس العروس ومن شفت. كان يقولوا لها الصرمة. الصرمة. أنا مشغولة بخيوط حريرية ذهبية. أيوة شفتها. والمراية والطاسة تبع الحمام متوعة على وجه الجرن الثاني كتوها. هيك كانت أدوات الحمام. وداخل كيس تحط حوائجها داخلية فيها هي أو العريس، حطوا حوائجهم بالكيس، الصابونة اللي فيها عيارات الداخلية تحطهم بالكيس. الله يرحم والديك. شكرا حبيبي. راح نزور معاكم يا شباب غرفة الحمام. الحماي والكمنة. حماي والكمنة. هذه شوف. الحماي اللي متنيم البيبي بالسرير. آه ها المربية. إيه. الكناين ما يلعبوا برجيس لعبة دمشقية قديمة. هذه اللعبة. اسمها برجيس لعبة دمشقية قديمة. هاي الخدم اللي واقفين عندن هون. هاي نول للتطريز يطرزوا. أيوة أيوة أيوة. وهاي كرسي اسمه كرسي الدايلة الولادة. الولادة. هاي اللعبة شو اسمها استاذي؟ اسمها برسيس. برسيس. لعبة البرسيس يا شباب. وهي الصمديات كان يجي هدايا للعروس او لأم الشيني والصيني، هذا كلياته هدايا كان يجي للعروس. العروس كم اعمارهم تقريبا؟ هلا هذا القصر 1749 كبناء. اما متحف 1953 عمره 104 سنين. 104 سنه ما شاء الله تبارك. اما القصر كبناء 275 سنه يا عم. 275. شوف الاسقف كله خشب جوز، الوان طبيعيه مصنوعه من الاعشاب بسموها نباتيه. النباتيه نعم. نعم. في منها مطلي بماء الدرع. صحيح. شريف حسين تفضل. ابن الشريف حسين. نعم. صاله الملك فيصل. يلا حيا حيا. ما شاء الله. الملك فيصل هو ابن الشريف حسين، حكم بسوريا 3 شهور وبعدين استلم العراق بعام 1920. 1920 نعم. هاي لورنس العرب. ايوه. القائد بيسان الفرنسي. أيه. نور السعيد العراقي. نور السعيد العراقي. نعم. هذا لورنس العرب. لورنس العرب القائد بيساني. نور السعيد الأمير فيصل. الأمير فيصل. وهذا طقم مزين من عظم الجمل، حفر تنزيل على خشب الجوز. هاي خشب الجوز. خشب الجوز من عظم الجمل. هذه من عظم الجمل نعم. وهي السجاد العجمي النباتي، الألوان اللي إلها من النباتات عم. النباتات. نباتية. أشكال هندسية، مقرنصات، آيات قرآنية على البيرو. مدح بالرسول عليه الصلاة والسلام على الداير الصالي. وهذا هاي الطرية الأدوية هذه بس هلنا شيء حلو. وحتى المنافذ النوافذ كلها قديمة. هاد بس عليها ترميم يعني بس ترميم. نعم نعم. راح طبعا نلقي على مسامعكم نبذة قصيرة عن هذا القصر. وهذا القصر اسمه قصر العظم، ويقع طبعا في العاصمة السورية دمشق، في دمشق القديمة بالقرب من سوق البزورية طبعا، شيد في القرن الثامن عشر الميلادي، ويقع كما أسلفنا في النهاية الشمالية لسوق البزورية بدمشق القديمة. وعلى شمالها طبعا يقع الجامع الأموي، وتبلغ مساحته 6400 متر مربع، وهو من بناء والي دمشق الوزير أسعد العظم عام 1749. ويعد إن شاء الله ويعد القصر نموذجا للفن المعماري الإسلامي المتطور، فتخطيطه ونمط بنائه وزخارفه كما تشاهدون في الحجر والرخام والخشب والمعدن تمثل صورة عن مباني دمشق في العهد العثماني. ويشير بعض المؤرخين إلى أن هناك لك جناح في القصر
يرجع تاريخه لعهود سابقة قبل أن يبني أسعد القصر الحالي. ويقع هذا الجناح القديم في الزاوية الجنوبية الشرقية اللي هو هذا المكان بالضبط. وللقصر بوابة ضخمة وباب صغير يسمى بباب خوخة. تم ترميم القصر عام 1954 ليصبح من أجمل وأروع القصور ونماذج العمارة الدمشقية، وتحول بعد ذلك إلى متحف للتقاليد الشعبية. ورمم القصر بجميع أقسامه الداخلية والخارجية وقاعاته، وتم تجهيز قاعات عديدة تعرض الكثير من العادات والتقاليد وتمثل الفلكلور السوري. يعد من أهم معالم دمشق القديمة في سوريا ومن أروع وأجمل المباني الإسلامية، كما أنه يعد نموذجا للبناء الشامي الدمشقي القديم بحجراته الملونة وأقسامه وقاعاته وحدائقه الداخلية ونوافر الماء وقاعاته الدمشقية المميزة والرائعة. وهو من أهم مقاصد السياح في مدينة دمشق القديمة، وقد اختير كواحد من أجمل الأبنية الإسلامية. هذه نبذة سريعة عن هذا القصر الجميل. وسنكتفي هنا بالذي طبعا تم تغطيته على أمل طبعا أن نلتقي بكم في تغطية جديدة. هذه المناظر طبعا تأتيكم من الحديقة.